السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة ولكن أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن جرثومة المعدة أو الحلزونية البوابية أو الـ H بايلوري. دي مشكلة كبيرة قوي منتشرة في العالم كله ما بين الناس كلها، وهنتكلم عن 9 علاجات طبيعية لجرثومة المعدة. انت حابب بقى ان انت تاخد العلاجات الطبيعية دون الرجوع الى الادوية، او حابب تاخد العلاجات الدوائية، او تعمل الميكس الجميل ما بينهم، اتس اب تو يو. بس انا هنا علشان افهمك، احطك على التراك وانت تختار. هي ايه اصلا جرثومة المعدة؟ جرثومة المعدة دي بكتيريا موجودة كده كده اصلا في المعدة، موجودة في البشر عادي، بس انت ما بتحسش بيها. يعني هي ما فيش مشاكل، والمرض ده نفسه موجود بقاله اكتر من 200,000 سنة. المرض مش حديث، مش هنقول مثلا عشان التكنولوجي او هو ليه علاقة بامراض المناعة، لا خالص ملوش علاقة بالموضوع ده. هو كده كده جرثومة المعدة موجودة جوه المعدة، الا انها ساعات بتبقى زي مهيبرة، فبتبدأ تحس باعراض رخمة جدا، هي اعراض جرثومة المعدة. الوضع كالآتي: بيزيد قوي مرض جرثومة المعدة في الدول النامية، بيزيد ما بين الكبار أو البالغين حوالي نسبة 80%، 80% ده نسبة كبيرة جدا من البشر، و10% في الأطفال. المشكلة تكمن في لما توصل مضاعفاتها مثلا ل6 أضعاف، فبتبدأ هنا يشكل خطورة، خطورة الإصابة مثلا بسرطان المعدة لا قدر الله، أو حتى تقرحات في الجهاز الهضمي، وممكن التقرحات دي توصل إلى المريء أو توصل إلى الأمعاء الدقيقة مش بس في المعدة. جرثومة المعدة لما بتتحول لمرض بيكون سهل جدا انتقال العدوى من شخص لآخر، وده عن طريق استخدام الأواني أو الفوط أو الأدوات الشخصية، الاطباق، كل الحاجات الشخصيه مع المريض بجرثومه المعده بتنتقل منه الى الشخص السليم. مش بس كده، ده هو كمان بتنتقل عبر البراز، بتنتقل عبر القيء، عبر يعني سوري البصق. الكلام ده كله ممكن ينقل الشخص السليم الـ H pylori او جرثومه المعده. بتكون جرثومه المعده على شكل حلزوني، بكتيريا حلزونيه موجوده ما بين المعدة وال12، يعني الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة خلف المعدة، ده وجود البكتيريا أو جرثومة المعدة أو البكتيريا الحلزونية. وممكن نطلق عليها طبعا بكتيريا القرحة، لأنها بتسبب تقرحات نتيجة إن هي بتفرز سم خلوي، ده بيحقق تفريغ السم الخلوي الـ VAC-A في الخلية، فده بيؤدي لتشكل القرح في مكان ما في الجهاز الهضمي. وما أن تستقر البكتيريا الحلزونية دي أو جرثومة المعدة في الغشاء المخاطي من جوه المبطن للمعدة، بتبدأ تتشكل أو تتكون التقرحات في جدار المعدة. إذن جرثومة المعدة بتنتقل عن طريق العدوى، بتنتقل في الأماكن فقيرة النظافة. بس كده كمان، هي وجدوا إن في جزء منها وراثي، بتتوارثها الأجيال من الآباء أو في يعني تاريخ مرضي في العيلة بتاعتهم، فوارد إن هي يتعرضوا للـ H pylori. الأعراض اللي ممكن تخلينا نشك في وجود جرثومة المعدة: انتفاخ، تجشؤ، غثيان، عدم ارتياح في البطن، التقيؤ، بحساس كده ان انا مش قادره اخد نفسي، في حاجه طبقه على نفسي، مش عارفه انام بالليل، مش عارفه اقعد، متضايقه، مخنوقه. ممكن العدوى تزيد اكتر، ممكن يسبب وجع في البطن، تعب او حرقه في المعده، والغثيان والقيء ممكن يبقى بدم، قله الشهيه او فقدانها، والقرحه الهضميه. ومجرد ما بتحس بالأعراض دي أو حتى جزء منها، طبعا بتتوجه إلى الطبيب اللي بيطلب منك تقوم بفحوصات معينة علشان يتأكد من وجود جرثومة المعدة. الفحوصات دي ممكن تكون اختبار للتنفس أو اختبار البراز أو اختبار الدم، إلا إن أقواهم هو اختبار التنفس. طبعا وانس إن أنت خلاص يا معلم لبست في جرثومة معدة، بيكتب لك مضادات حيوية لا حصر لها، 2 منهم على الأقل من الأدوية مضادات حيوية على أمل إن هي تقتل البكتيريا. طيب الأدوية التانية بتكون مخفضة للحموضة، مضادات حموضة. يبقى المضادات الحيوية متعددة ليه؟ لأن في حكمة بتقول
ان مضاد حيوي واحد قد لا يقتل البكتيريا، لذلك يستخدمون عادة 2 على الأقل في نفس الوقت. تمام؟ انت في حالة جرثومة المعدة حضرتك بتتكلم في احتمال تناول 14 دواء او اكثر يوميا لمدة اسابيع. تمام؟ الاسابيع دي ممكن تبقى اسبوع او 2، وبعد الانتهاء من نظام العلاج بتروح تاني للطبيب بيطلب منك التشخيص تاني، التحليل، علشان يتأكد ان هي راحت او لا. ففي الغالب بيكون لا، ففي الغالب ان انت بترجع تعيد كورس الدواء من اول وجديد. بتتراوح ادوية مضادات الحموضة ما بين لانسوبرازول او اوميبرازول او بانتوبرازول، اي برازول وخلاص. كل الحاجات دي بتعمل تقليل للحمض او مخفضات للحمض. بالنسبة بقى للناس اللي حابة تتعالج علاج طبيعي لجرثومة المعدة، وخصوصا ان المضادات الحيوية الجرثومة المعدة بتاخد منها مناعة، فما بتأثرش فيها او بترجع مرة تانية تظهر بشكل اشرس، بشكل اقوى على المضادات الحيوية اللي هي اخدتها اول مرة، في حين الحاجات الطبيعية عمرها ما هتضرك، وكمان هتتخلص من الجرثومة ومشاكل كتير قوي في الجهاز الهضمي وفي الصحة العامة، وهتحسن من جهاز المناعة بتاعك. والقرار كان ليك اولا واخيرا. اول العلاجات واقواهم هو البروبيوتيك، وده بيولوجيك جدا لان انا عندي جرثومة معدة. طيب ايه اللي هيقف قدامها الند بالند غير الميكروبيوم بتاعي يتظبط والبكتيريا الجيدة او البكتيريا النافعة تكون موجودة وتثبت كفاءة قدامها علشان تقضي على الجرثومة بمنتهى الأريحية، وبنفس الوقت هتدعمني جهاز المناعة. احنا بنتكلم في حاجة يعني تأثيرات البروبيوتيك على الأشخاص اللي كانوا بيعانوا عسر هضم واللي اتثبتت إصابتهم ببكتيريا الجرثومة الحلزونية، بعد العلاج بمكمل البروبيوتيك مكون من 8 سلالات من 13 ل 40 مريض تم القضاء تام على بكتيريا او جرثومة المعدة. طبعا في دراسات اتعملت على الموضوع دوت سنة 2017. المضادات الحيوية الشائعة المستخدمة في التخلص من جرثومة المعدة على سبيل المثال الاموكسيسيلين وحاجات تانية كتير لا تقضي غالبا بنجاح على بكتيريا المليوية على جرثومة المعدة في المصابين بسبب مقاومة المضادات الحيوية، يعني حصل نوع من مقاومة المضادات الحيوية، ودي كانت أصبحت منتشرة جدا. ليه؟ لأن الناس مستمرة في الإفراط في استخدام المضادات الحيوية. جسمنا خلاص عمل حاجة اسمها مضادات، يعني مقاومة للمضادات الحيوية، antibiotic resistance، زي كده مقاومة السكر أو مقاومة الإنسولين، insulin resistance. جسمنا خلاص ما بقاش عايز يكمل في المضادات الحيوية لان هو عمال على بطال بياخد مضادات حيوية. فهو البروبيوتيك من افضل واقوى وسائل الدفاع للتخلص من جرثومة المعدة. ده غير كمان ان المضادات الحيوية انا مش بقتل بس البكتيريا الضارة، لا، ده انا كمان بقتل معاها البكتيريا النفع، البكتيريا الجيدة اللي موجودة واللي بتدعم لي الصحة وبتقوم جهاز المناعة في زمن الكورونا. لكن انا لما بتناول البروبيوتيك بدعم صحة الجهاز الهضمي، بدعم صحة الجهاز المناعي، وبقضي على البكتيريا الضارة فقط في الجهاز الهضمي ومن ضمنها جرثومة المعدة. تم التسليط على 3 سلالات معينة جدا من البروبيوتيك، وهما اللاكتوباسيلس بريفيوس، اللاكتوباسيلس كازاي، واللاكتوباسيلس فريمنتم. دول تم التسليط عليهم في البحث العلمي لقدرتها على محاربة بكتيريا الملاوية البوابية أو جرثومة المعدة. رقم 2، أنا باخد مضادات حموضة كدواء، أنا هاخد بداله طبيعي حبة البركة، 2 جرام من بذور حبة البركة مطحونين يوميا، وده مشابه جدا للعلاج الثلاثي الدوائي اللي بيتاخد لمحاربة جرثومة المعدة. رقم 3، براعم البروكلي. براعم البروكلي بتحتوي على مستويات عالية جدا من مادة كيميائية تحتوي على الكبريت تسمى السلفورافان، وده ليه فوائد مضادات أكسدة قوية جدا وبيزيل السموم. كمان بتستخدم براعم البروكلي في عمل الزيت، ممكن نعمل زيت بذور البروكلي. براعم البروكلي ممكن تتاكل من 14 أو 28 أو 56 جرام مرتين في اليوم لمدة أسبوع. في نهاية 7 أيام وجدوا إن الـ H. pylori
باي باي كمبوره، مفيش اثر ليها. مش بس بيقضي على جرثومه المعده، لا ده كمان بيحمي من الاضرار المعويه المعديه اللي بتسببها مضادات الالتهابات غير الاسترودية الخطيرة. رقم 4، الشاي الأخضر بيمنع التهاب الغشاء المخاطي الموجود في المعدة. رقم 5، التوم تناولته مطبوخ أو ني بيقتل بكتيريا الـ H. بايلوري حوالي 3 جرام مع الغداء وزيهم عند العشاء في المساء وفي الظهر مع الغداء. ده بيه مضادات قوية جدا ضد البكتيريا وخصوصا الـ H. بايلوري. رقم 6، العبقر او البروبوليس، وده عبارة عن خليط ما بين العسل والنحل من مجموعة متنوعة المصادر النباتية. ده بيستخدم للحفاظ على الخلية سليمة من الناحية الهيكلية، يعني هيكل الخلية نفسه يكون سليم. العلماء وجدوا تركيب الكيمياء الدقيق للعبقر بيحتوي بالفعل على اكتر من 300 مركب طبيعي. تشمل هذه المركبات احماض امينية، الكومارين، الالديهات الفينولية، الكينين، الاسترويد. وجدت دراسات متعددة أن مستخلص البروبوليس، وده متوفر كمكمل غذائي قادر على منع نمو بكتيريا الحلزونية البوابية بفضل المحتوى العالي من المركبات الفينولية. رقم 7، طبعا ده غنى عن نظام غذائي مهم جدا ضد جرثومة المعدة. رقم 1، هنستهلك الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الكيفر. 2، الأسماك الحرة، مصادر الأحماض أوميجا 3 الدهنية موجودة كمان فين؟ في بذر الكتان، بذر الشيا، الحاجات الغنية بالأوميجا 3. العسل الخام وبخصوصا عسل المانوكا رقمه 400، عشان كنت اتسألت رقمه قد إيه، رقمه 400. باعتدال يستخدم الشاي الأخضر، التوت، الفراولة، التوت الأسود، الأزرق، الخضروات الصليبية، وطبعا على رأسها البروكلي. ايه الحاجات اللي احنا نمنعها في حالة اصابة بجرثومة المعدة؟ الكافيين رقم 1. 2، المشروبات الغازية، ده للناس كلها. الاطعمة المخللة مش المخمرة. الاطعمة الحارة، الحبوب قليلة الالياف، لان انا بطلب ان انا اكل براعم بروكلي، براعم البروكلي دي غنية جدا بالالياف. الأطعمة، أنا مملاش بطني بقى حاجات تشبع وهي قليلة الألياف، أنا عايزة حاجات عالية الألياف. في بعض الأعشاب زي مثلا الأجريمونية، أي حاجات ما هكتبها لكم على الشاشة، حاجات زي خاتم الذهب، حاجات زي السيج. طبعا آخر حاجة هو تقليل التوتر، لأن ده يمكن يكون السبب في تكون الإتش بايلوري. أنا عندي توتر، أرجوكم امتنعوا عن تناول الأدوية. الأدوية مضادات التوتر، مضادات الاكتئاب، مضادات القلق، ده انتوا بتهزروا. هناخد مغنيسيوم، ده بيقلل معايا أي حاجة خالص. أشم لافندر، أنعنش نفسي، أخرج أتفسح، أعمل أي حاجة. لكن مضادات عمال على بطال، مضاد التوتر أو مضاد أنا مش عارفة أنام هاخد منوم، الكلام ده كله فيكس. لو أنا ما عنديش جرثومة معدة وخايفة يجيلي جرثومة معدة، أول حاجة واللي هو إذا يعني امنع السبب، تشرب مية نظيفة. خلاص، تشرب مية نظيفة. 2، النظافة الجيدة، نغسل ايدينا دايما قبل الاكل وبعد الاكل واحنا رايحين، مطرح ما نروح دخلنا الحمام نرجع نغسل ايدينا، وهكذا. النظافة الشخصية، الاكل برضو يتعامل بطريقة نظيفة. بمعنى ايه شطار؟ بمعنى ان انا ما اجيبش حاجة من بره، بمعنى ان حضرتك تدخلي المطبخ وتطبخي، بمعنى انك تاخدي بالك من بيتك ومن عيالك. خلاص، الاكل من بره، يعني معظم حالات جرثومه المعده بتاكلوا في ايه يا جماعه؟ لا احنا طول الوقت دليفري. تمام، طيب لو انا مأمنة الكلام ده كله وحسيت بصعوبه في البلع، الم في البطن مستمر مش قادره استحمله، قيء دموي او قيء يميل للاسود، القيء زي القهوه المطحونه، زي تنوه القهوه، أطران أو براز دموي أو لونه أسود، ألم حارق في منطقة أسفل الأضلاع بيتحسن بعد الأكل أو شرب الحليب أو تناول مضادات للحموضة، إذا حسيت بوجود الأعراض دي راجع الطبيب فورا، ما تستناش لحظة واحدة،
مشكلة ان احنا بنستنى، او اللي هو ايه ده شوية مغص او حاجة وهتروح لحالها. لا، انا بتكلم في حاجات مستمرة قعدت معانا فترة او قررت كذا مرة، اتكررت كذا مرة يبقى في مشكلة تستدعي ان انا اكشف اعرف ايه هي المشكلة. تعالجها طبيعي، تعالجها بالدواء، تعمل ميكس، اتس اب تو يو، محدش هيجبرك على اي حاجة، تمام؟ لكن انا لما هتأخر عن الاعراض ديت واقول مش مشكلة دلوقتي هتروح، انا ممكن اوصل معاك الحاجة لا قدر الله تقرحات، ممكن لا قدر الله يوصل الموضوع لسرطان في المعدة. ليه؟ عشان أنا تكاسلت وتهاونت في مرض زي ده. لو حضرتك عندك جرثومة المعدة وانت اوريدي بتاخد دواء ايا كان هو انت بتاخده ليه، رجع الطبيب بعد اذن حضرتك وقول له انا عندي جرثومة معدة، افضل مستمر على الدواء دوت ولا اوقفه او اكتب لي البديل اللي يريحني. معانا 3 ايام نموذج ل العلاج لكرثومة المعدة، أول وتاني وتالت يوم هنبدأ، يعني أول وتاني وتالت يوم الفطار. اليوم الأول زبادي مع بيضة مع شريحة خبز وعليها جبنة بيضة. اليوم التاني عصير فراولة. اليوم التاني شوفان باللبن وعصير الفراولة. اليوم التالت كوباية لبن وبيضة معمولة سكرامبلد إيجز مع حتة جبنة بيضة. الوجبة السناكس أول يوم 2 شريحة من الباباص ومعلقة صغيرة من بذور الشيا. اليوم الثاني موزة و7 حبات كاجو. طبعا الكلام ده الدكتور أكس، يعني عشان بس محدش يشتم فيه. اليوم الثالث كوباية عصير أخضر و3 كريمة مقرمشة. حلو. الغداء أو العشاء يعني حسب التفاصيل. اليوم الأول 4 معالق كبيرة رز، 2 فاصوليا، فرخة معمولة بصلصة الطماطم وسلطة ساور كراوت، بطاطا مهروسة اليوم الثاني، ونص قطعة سلمون، وسلطة بروكلي مطهو على البخار. اليوم الثالث شوربة خضار مصنوعة من الأرنبيط والبطاطس والجزر والكوسة على حتة فراخ. طيب الوجبة الخفيفة كوباية كيفر وحبوب. اليوم الثاني زبادي سواء كيفر زائد خبز مع مربى الفاكهة الحمراء اللي هي مربى توت، مربى فراولة. اليوم الثالث سندوتش فراخ مع كريمة الريكوتا. ادي 3 ايام نموذج لعلاج جرثومة المعدة. ايه اللي ما يتاكلش اثناء العلاج؟ القهوة والشوكولاتة والشاي الاسود. ولو حد عنده كومبوتشا ما يتاخدش، يعني ما تقولش بقى الكومبوتشا ديت بروبايوتيك، لا، الشاي الاسود ممنوع مع جرثومة المعدة. المشروبات الغازية زي ما قلنا، المشروبات الكحولية، الفواكه الحامضة، الليمون، البرتقال، الأناناس، كل ده بيسبب ألم وحرقة في المعدة. وإحنا مش ناقصين الفلفل والأطعمة الحارة زي الخردل والكاتشب والمايونيز وصلصة الصويا، مع الصويا أصلا ممنوعة منتجاتها كلها، صلصة مكعبات المرق، اللحوم الدهنية، الأطعمة المقلية، الجبنة الصفراء. ليه؟ هي غنية بالدهون، فده يجعل عملية الهضم بتاعتها صعبة من وقت بقاء الطعام في المعدة. اللحوم المصنعة والأطعمة المعلبة عشان بتحتوي على مواد حافظة، بالإضافة للكيماويات الموجودة فيها، ده بيعمل تهيج للمعدة والأمعاء وبيزيد من الالتهاب. شرب المزيد من الماء أرجوكم، أنا واحدة من الناس بنسى أشرب ماء. تناول الأجبان البيضة، الفواكه الطازجة اللي يمكن أن تساعد في تقليل التهاب المعدة و تنظيم العبور المعوي. افضل الاطعمه الحمد لله اتكلمنا عنها وقلنا البروبايوتيك والاوميجا والفواكه والخضروات والاسماك. اللحوم طبعا تكون عضويه، ده كل كلام تقريبا عن الاتش بايلوري وطرق العلاج الطبيعيه وطرق العلاج الدوائيه. هم تقريبا 14 دواء من ضمنهم مضادات حيوية مختلفة، علشان المضادات الحيوية الواحد ما يقدرش يقتل البكتيريا، او قد خلينا نقول قد، فانا اديله اكتر من واحد علشان ايه يبقى واحد وداخل بصاحبه، يعني داخل جماعة بنفرين، تمام. كان معاكم شيماء عثمان من قناة مش دكتورة، ولكن دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.